بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأهلا ومرحبا بكم في هذا الجزء الأول من المحاضرة الرابعة من المحور الثاني. سنتعرض في هذا الفيديو إلى تعريف الأوفست يلد ستريس، إلى تعريف اليونكس موديلوس، وإلى قانون الهوكس لاو. معانا في هذه الرسمة ستريس سترين دياجرام فور نون فيروس الوي. المميز في هذه الرسمة أنه ليس هناك النقطة الفاصلة بين الإلاستيك ريجين والبلاستيك ريجين مثل ما هو مبين في الرسمة اللي شفناها في الفيديو الماضي. من المعلوم أنه في الستريس سترين دياجرام موجود معنا الإلاستيك ريجين والبلاستيك ريجين، وفيه منطقة فاصلة بين الاثنين. هذه المنطقة الفاصلة تمكننا من تحديد قيمة اليلد ستريس من إجهاد الخضوع، لكن لما تكون الرسمة بهذا الشكل على شكل آرك من الصعب تحديد مكان اليلد ستريس، فنستعمل ما يسمى بالأوفست يلد ستريس. الطريقة هي كالآتي: على نقطة 0.2% نقوم برسم خط موازي للخط المستقيم الذي يفترض أنه خط مستقيم للإلاستيك ريجين المميز للإلاستيك ريجين. معروف أنه الخط الإلاستيك ريجين هي خط مستقيم تقريبا. يتقاطع هذا الخط مع رسمة الشد، فهذا يكون إيش؟ يكون نقطة اليلد ستريس وتسمى سيجما واي 0.2%، يعني الأوفست يلد ستريس. هنا نفتح قوس فيما يخص رسمة الشد، أنه الإلاستيك ريجين هي تستعمل أساسا وتستخدم من طرف المصممين used by designers، والبلاستيك ريجين تستعمل ومهمة بالنسبة للمصنعين. لماذا؟ لأن الحد الأقصى عند المصممين دائما وأبدا يكون اليلد ستريس، وعمليا يكون الانجينيرينج ستريس، لأن المصمم لا يرغب في أن القطعة التي يتم تصميمها في أي ماكينة لا يرغب في أنها يتم تشكيلها أنها تتشكل جراء الأحمال اللي عليها، فلازم أنها تتحمل الأحمال التي عليها وتبقى في الإلاستيك ريجين لا تتشكل. لو تشكلت القطعة داخل الميكانيزم فكل الميكانيزم لا يمكن أن يشتغل بطريقة صحيحة. أما بالنسبة للبلاستيك ريجين فهي تستخدم من طرف المصنعين. لماذا؟ لأن المصنعين دائما وأبدا يقطعون المواد، وحتى يقطع المادة لابد أن تكون الآلة التي يستعملها يعني بإمكانها أن تتجاوز الألتيميت تنسايل ستريس حتى يتم قطع المادة التي يصنعها. النقاط المميزة على هذه الكيرف طبعا الترو إلاستيك ليميت، النقطة نمبر 1، البروبورشناليتي ليميت أو البروبورشن ليميت، النقطة رقم 2، الإلاستيك ليميت، النقطة رقم 3، والأوفست يلد ستريس هي النقطة رقم 4. من أهم القوانين في مقاومة المواد هو قانون الهوكس لاو، وهو كالآتي: سيجما تساوي إبسيلون ضرب الإي. السيجما هي الإجهاد، وحدتها الميجا باسكال. الإبسيلون بدون وحدة وهي السترين. الإي هو اليونكس موديلس وهو بوحدة ميجا باسكال، وهو درجة ميلان المنطقة التشكل منطقة عفوا المرونة. السلوب اوف ذيس لاين هي اليونكس موديلس او ما يسمى بالموديلس اوف إلاستيسيتي. هذا القانون يبين ان في ما يسمى ببروبورشناليتي ما بين الاجهاد ستريس والانفعال سترين، بما ان الاي هي كونستانت. ايضا من الخواص الميكانيكيه هي ما يسمى بالداكتيليتي، المرونه، وتحسب بطريقتين. الطريقه الاولى ان الداكتيليتي ميجرد باي بيرسنتج اوف الونجيشن، وهي الفاينل لينث ماينس الاوريجينال لينث تقسيم الاوريجينال لينث ضرب المية. والطريقه الثانيه هي ميجرد باي بيرسنتج ريدكشن ان اريا، وتكون اوريجينال اريا ماينس فاينل اريا تقسيم الاوريجينال اريا ضرب المية. طبعا الاثنين لازم يكونوا ايش؟ نسبة مئوية.